انا امريكي ولكن كنفضل نهضر معكم بالعربيه باش كلشي يفهمني. انا كامازيغي بزاف ديال المرات كنلقى الرايه ديال الامازيغ، قررت نبحث على الاصل ديال هاد الرايه، وريت هاد الرايه لافراد ديال العائله ديالي الكبار، ولكن حتى واحد منهم ما عمرو شاف هاد الرايه في الزمان ديالو. هاد الشيء خلاني باش نزيد ونبحث في هذا الموضوع، شكون اللي فكر في هذه الراية؟ شكون اللي صنع هذه الراية؟ وشكون قرر باش تكون هذه الراية راية ديال الأمازيغ؟ من بعد الاستقلال ديال الجزائر عام 1962 كانوا بزاف ديال الناس وطنيين في العالم العربي، ومن بينهم الجزائر، ومن بين هذه القبائل كانت القبائل الإمازيغن السادس واحد الحركة وطنية باش يعرفوا بالثقافة الأمازيغية ويوعيوا الناس بالهوية ديالهم. هاد الجماعة الجزائرية الأمازيغية قرروا باش يكملوا تحت الاسم باغباغ أكاديمي، وفي الأخير بدلوا الاسم ديالهم الأغراو إمازيغن. باغباغ أكاديمي واحد المؤسسة ثقافية تأسست عام 1966 في باريس واحد اللقاء في الدار ديال طاوس عمروش. الحاضرين كانوا عبد القادر الرحماني، محن سعيد حنوز، نارون عمار، خليفة مد أم قران، ماغي لوي، طاوس عمروش، محمد أركون، ومحمد أعراب بسعود. غادي نعرفكم بالمؤسسين ديال هاد الرايه والتاريخ ديالهم. الاجتماع كان في الدار ديال طاوس عمروش. شكون هاد طاوس عمروش؟ طاوس عمروش واحد الامازيغيه من الجزائر اللي ولات نصرانيه، كانت فنانه وبدلات السميه ديالها لماغي لويس طاوس عمروش. المؤسس ديال باغباغ اكاديمي هو محمد اعراب بسعود، كيعتبروه هو الأب الروحي ديال القومية الأمازيغية، وهو أيضا المخترع للراية الأمازيغية. ولكن كان واحد الرجل آخر حتى هو كيدعي الصنع ديال هاد الراية الأمازيغية، سميتو يوسف أمازيغ. محمد أعراب بسعود كيقول بلي ما كانش ممكن يأسس هاد المؤسسة بلا المساعدة ديال جاك بنت اللي هو محارب قديم وعمدة ديال بوس كلوار. محمد كيقول في الكتاب ديالو ليستواغ دو لاكاديمي باغباغ أنه بدون المساعدة المعنوية والمادية ديال جاك بينيت الصديق الكبير ديال الأمازيغ، ما كانوش غادي ينجحوا العمليات للحفاظ على الهوية الأمازيغية. نائب رئيس ديال باغباغ أكاديمي هو يوسف عاشور، هو كان سيناتور في العاصمة الجزائر تحت السيطرة الفرنسية. هو واحد من الخونة اللي كانوا كيخدموا مع الفرنسيين. هو والمجموعة ديالو هربوا لفرنسا بعد الاستقلال ديال الجزائر عام 1962. الرئيس ديال المؤسسة كان هو محمد سعيد حنوز، عالم أمازيغي جزائري قرا في جامعات فرنسية في الوقت ديال الاستعمار. كان عنده دور مهم في التعريف الدولي ديال القبائل الأمازيغية والثقافة ديالهم خاصة فرنسا. وكانوا حتى فنانين وناس آخرين عندهم وظيفة في هذه المؤسسة ولكن ما كانوش معروفين. باختصار هذه المجموعة هي المسؤولة عن الاختراع والصناعة ديال هذه الراية الأمازيغية، مجموعة اللي ما عندها حتى شي علاقة بالإسلام ومكونة من فنانين ونصارى. في عام 1997 كان أول اجتماع دولي أمازيغي. في هذا الاجتماع الدولي قاموا باختيار راية للأمازيغ، وقرروا باش تكون الراية اللي اخترعتها باغباغ أكاديمي هي الراية ديال الأمازيغ. من مورا هذا الاجتماع الدولي قاموا بتوزيع ونشر هذا الرأي على الأمازيغ.
واش ماشي افضل نقولوا باللي هاد الرايه ما عندها حتى شي علاقه بالتاريخ الامازيغي وما عمرها كانت رايه في التاريخ الامازيغي، والناس كيظنوا باللي هاد الرايه عندها الاف السنين. كيفاش انا كمسلم امازيغي نختار رايه اللي مصنوعه من طرف ناس ماشي مسلمين اللي ماشي حتى مغاربه؟ نفس الحاجه بالنسبه للتاريخ الامازيغي يناير اللي حتى هي مختار عن طرف هذه المؤسسه باغباغ اكاديمي. هذا التاريخ كيعود لشوشنك الاول ملك فرعوني مصري. اذا حنا كنحتفلوا بتاريخ امازيغي اللي مخترع واصله ماشي تاريخي. هذا التاريخ اللي ما عمره ما كان، هذا الشيء كامل مخترع من طرف هذه القوميه الامازيغيه اللي ما عندهم حتى شي علاقه بالمجتمع الاسلامي. من بعد هذا الشيء كامل انا كنرفض نهز ونعترف بهذا الرايه اللي ماشي رايه ديالنا احنا الامازيغ. كنختار نهز الرايه ديال الامازيغ اللي بصح الرايات ديال الامازيغ، بحال الرايه ديال المرابطين والمارينيين والموحدين والرايه ديال جمهوريه الريف، ولكن ما نهش الرايه اللي ماشي ديالنا ومختارعه من طرف هذه المجموعه الامازيغيه اللي كيسميو راسهم اغراو امازيغن. كنطلب منكم باش توعاو لهذا التاريخ ديالنا وما تقلدوش اي واحد. شكرا على المتابعه ديالكم والسلام عليكم.